الله الرحمن الرحيم تستقبل مديرية أوقاف القليوبية اليوم الثلاثاء الموافق 14/9/2021 الدفعة 11 من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 4 طن، وبذلك يصل إجمالي ما تسلمته المديرية حتى الآن 38 طن. بفضل الله تعالى تم اليوم الثلاثاء الموافق 14/9/2021 استلام الدفعة 8 من لحوم الأضاحي إلى مديرية أوقاف كفر الشيخ، وعدد الأطنان 4 طن، ليكون عدد ما تسلمناه في مديرية أوقاف كفر الشيخ 30 طن حتى تاريخه. اليوم إن شاء الله الثلاثاء الموافق 14/9/2021 تسلمت مديرية أوقاف القاهرة حصتها من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 3 طن. وصلت اليوم الدفعة 12 من لحوم صكوك الأضاحي اليوم الثلاثاء الموافق 14/9/2021، وبهذا يكون قد وصل للمديرية 44 طن من اللحوم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.